كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كما كتشوفوا الان حنا في استعدادات ان شاء الله ديال فارق الاناث اللي شحال هادي وحنا كنستعدوا ان شاء الله، وكنشوف النيفو ديال البنات الحمد لله داك على لحقاش ما توقفناش هادي شهور، وكنتمنى ان شاء الله تكون بطوله ونشاركوا ان شاء الله هاد العام. والحمد لله حنا اصلا بالعكس حنايا الاتحاديه اللي كتعطي دابا حاليا هي اللي كتعطي للمدارس كاع، اذا شفتوا مدرسه الرياضيين كتوفر على بلعه ديال اللعيبات كاملين من فريق اتحاد طنجه، كنا صردناهم في الاول العام وهما كيلعبوا مع المدارس وكيلعبوا معنا، يعني احسن عناصر موجودين الان في المدارس ديال المدينه كاملين موجودين في فريق ديال اتحاد طنجه. كيف ما كتشوفوا حنايا بدينا استعدادات البطوله، كان ترينيو وما كرهناش ان شاء الله تبدا البطوله في اقرب وقت ممكن، حيت عطاونا شي تواريخ بالحق ما عارفينش واش البطوله غتنطلق ولا لا، كنتمنوا تنطلق البطوله. الاجواء مزيانين حنايا بحال اصلا بحال الخوت، وحنايا بشحال هادي وحنا كنترينيو واخا ما كانت لا بطوله لا والو، كنا كنجيو كنترينيو وكان المهم كنعملوا اللي علينا. الاتحاد صراحة أحسن فريق لعبت فيه لحد الآن، وصراحة التدريبات كاملة ماشية معوطة يعني كلشي مزيان، وكنحس مرتاحة يعني مع الفريق، و يعني لونطريا ما كدوز حايلة وليكيب حتى هي معاونانا وكتعطينا واحد التحفيز كبير، وكاينين بزاف ديال الحوايج اللي كيحفزونا بحال لي كوتش، يعني المهم بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا الفنص. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.